خلاص عملنا الاستراكشر بتاعنا، عايزين بسرعه نشتغل على الدوكيمنت. تمام، يعني ايه؟ عايزين نقرا نضيف بيانات، نعدل بيانات، نحذف بيانات، نسترجع بيانات على السريع. تمام، فده احنا محتاجينه بشكل سريع الاول عشان نقدر نشتغل على الدوكيمنت، ونقدر يعني من غيره هتبقى الدنيا صعبه يعني. فاحنا طبعا عندنا العمليات الاساسيه اللي هي نعمل جيت للعمليات الاساسيه، نعمل بوست للعمليات بتاعه الاضافه والتعديل والحذف والكلام ده كله. في عندنا ميزه موجوده في كل الدوكيمنتس ان ليها يو ار ال ثابت، فده هيبقى يعمل لك راحه شويه هنا. بدل دي اكيد حد هيخترع يقول لك بقى زي ما قلت داتابيز، زي ما قلت كلاس، وزي ما قلت بروبرتي، اكيد في الدوكيمنت هتبقى ايه؟ دوكيمنت، صح؟ اكيد انا هتكلم على دوكيمنت. الدوكيمنت ده ليه اشكال كتير انا ممكن اشتغل عليها برضو، يعني ممكن ان انا ابعت كوماند، ابعت امر، ممكن ان انا ابعت على اوامر. يعني لو الناس اللي منكم اتفرجت على الفيديوهات السابقه هتلاقيني وانا وبكلم الداتابيز مباشره بالبوست مان عشان اتست الاي بي ايز اللي موجوده في المختلفه اللي موجوده في الـ في الاورينت. هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا مثلا اد نيو دوكيمنت، مثلا اد نيو دوكيمنت ليها شكل انك تبعت الداتا عندك كده في البادي، وليها عنوان. تمام، وليها ايه؟ وليها يو ار ال عشان تعمل اضافه، وهكذا للابديت، وهكذا للديليت. يعني لو انت عايز تجيب بيانات ليها برضو شكل، لو انت عايز تعدل بيانات ليها برضو ايه؟ ليها برضو شكل، وهكذا ليها يو ار ال. لكن في اسلوب تاني انك تبعت بقى الاس كيو مندمج مع العمليه، اللي هي امر السلكت او الانسيرت او الابديت او الديليت. فانا عشان انوع وفي نفس الوقت ابقى برضو ما اكررش، على طول هجرب اول واحده هجربها على اليو ار ال بتاعها، تاني واحده والباقي كله هعمله جمل اس كيو ال متعشقه في الاي بي اي. فاول واحده اللي انت تكتب يو ار ال مباشر جدا، وما تقعدش تلعب بالدور. يعني انت الاضافه ليها عنوان، التعديل ليها عنوان، الابديت ليها عنوان كده. فقلت له ماشي، انا هبدا اشتغل الاول كده على لغايه هنا، ما ببعتش اسم الكلاس على غير المعتاد، الاوثنتيكيشن اساسي، الجيسون اساسي، هو ده البيانات اللي احنا المفروض بنبعتها، اللي فيها البيانات اللي احنا هنغذي بيها. يبقى انا العنوان ده كده بالنسبه لي انا مش هكريت حاجه. Add new document هنا كده بالمثال ده. على العنوان ده ان انا بس بقول له ان انا دوكيمنت على الداتابيز الفلانيه، والاوثورايزيشن او الاوثنتيكيشن بتاعتي زي ما انا بعتها لك بالظبط. كويس جدا. عايز اعمل ايه؟ الجيسون بتاعتي عشان ابدا ابعتها اول حاجه اجباري. مش لازم اجيب اول حاجه ولا ثاني حاجه، ما تفرقش الترتيب يعني، لكن هي اول حاجه اجباري ده عمرك ما تنساها، حاجه اسمها الات كلاس، عشان تقول له تشتغل عنه كلاس اللي هو امب بالنسبه لنا، لان هو هتبعت له قيم، لازم تقول له القيم دي هتتبعت على انه كلاس بالظبط. فبتكتب اسم الكلاس بتاعك، بعد كده بتبعت البروبرتيز والقيم بتاعتها مباشره، يعني الامب اي دي قيمته اللي هتبعتها له كذا. يعني لو انا جيت عملت ديفاين وعملت دي فانكشن، يعني انا هعمل دي فانكشن اسمها مثلا اد امبلي، وعشان تضيف موظف هتبعت لي الامب اي دي، وهتبعت لي مثلا النيم، وهتبعت لي الجوب زي ما هو بالترتيب هنا كده عشان ما ننساش، والسالري والهيرت والسالري والاتش ديت زي ما احنا مسمينها. ماشي، قمت الجزء ده كله هدخله جوه قلب الفانكشن، يعني اعمل بس ايه انديتيشن كده عشان يبقى معانا على الخط. وعندنا بقى ادي الايه الامب اي دي والايميل والجوب والسالري والهاير ديت. طيب مش هبعته طبعا بروبرتي ولا ليه دعوه بالبروبرتي، انا بس هقول له الهاي الامب اي دي اللي هو البروبرتي دي هتجيب قيمتها من الفاريبل اللي هبعته لك اللي اسمه الامب اي دي، والايميل هتجيب قيمتها من الفاريبل اللي هبعته لك اللي اسمه نيم، والجوب هبعته لك من الايه من الفاريبل اللي اسمه الجوب، والسالري برضو من السالري سبحان الله، والاتش ديت من الاتش ديت، وخلاص يعني الموضوع. ابعت لي البارنس وانا هبعتهم هنا على طول للايه؟ كبيانات زي ما احنا شايفين.
تمام، بعتهم كده اهو كجيسون اهو زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. طبعا كده دي الداتا، اهم حاجه ما تنساهاش ده، يعني ده بالنسبه لي دايما انا ذات نفسي بسرح وبنساه، بسرح دائما وبنساه يعني. طيب انا عملت ريسبونس بوست على العنوان بتاعي واوثنتيكيشن وبعت الجيسون داتا، مثالي كده مفيش اي حاجه تاني ناقصاني ان شاء الله يعني، وخلاص وخلصنا. طبعا هنا بيريتيرن ليك عشان تبقى انت عارف هو طبعا بيشتغل 201 بس، الريسبونس بيريتيرن ليك الريكورد اللي اتكريت، الدوكيمنت اللي اتكريت بكل بيانات تفصيليه اخرى يعني، بكل يعني ليه بيانات تفصيليه اخرى. قلت له ماشي، يعني انت لو 201 هتقول لي مش هتقول لي كلاس بروبرتيز اتسفاتسفاي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي مثلا ايه الدوكيمنت سكسسفول وخلص، وهوريكم الريسبونس شكله عامل ازاي. لو في ايرور بنطلع الايرور وكان الله بالستر عليه. طبعا الفانكشن دي زي ما احنا فاهمين مش هتشتغل لوحدها، دي الفانكشن البيور، دي الفانكشن البيور. انا مش عايز الفانكشن البيور، انا عايز فانكشن اقول لليوزر دخل الاي دي، دخل النيم، دخل السالري، دخل. فزي ما كنا متعودين هقول له ايه حاجه اسمها كول اد عشان دي، هقول له بقى ايه الاي دي يساوي، وهقول له انبوت قال له انتر اي دي بعدين نيم، بعد كده الجوب السالري باير ديت، هو قايل له كده السالري تحت لو حد فيكم يلا خير ماشي. نقول لي النيم بعد كده جوب بعد كده سالري بعد كده شيت. طبعا هبعتهم من الفانكشن بتاعتي اللي فوق، بعد ما اخدتهم كده من اليوزر هبعتهم من على الفانكشن دي، يعني هقول له add new employee وبعت له بقى الاي دي يسقط مكان الاي بي اي دي، النيم اتحط عند النيم، الجوب عند الجوب، السالري السالري، والهاير ديت الهاير ديت. وطبعا عشان انادى على اي فانكشن لان كده تو فانكشنز ومفيش حاجه بتنادى عليهم، فانا طبعا هنادى على كول اد عشان دي بتفاير عشان تترن. لو جينا جربنا كده، طبعا انا سريع لان انت الحاجات دي مش اول مره نشوفها، والطريقه دي والاسلوب ده احنا شفناه قبل كده خلال الكورس بشكل سريع، فعشان كده انا عشان ما نضيعش وقت. طيب اول واحد فين مين هو؟ اول واحد فريد صبري. طيب جوب مثلا هاير ديت بيبقى التنصيب بتاعه ديفولت يير مانث دي، تمام؟ يعني كده مثلا 2019 شرطه، لو مثلا شهر واحد بنكتب كده 01 كده مثلا، لو شهر طبعا 10 عادي مش مشكله، الشهر وبعد كده اليوم اللي هو مثلا 09 كده مثلا. قال لي دوكيمنت اريت سكسسفلي، وادي النتيجه بقى اللي هي ايه رجعت لي بقى. اولا الريسبونس تايب ده دوكيمنت، الار اي دي 34 على 0، الفيرجن فيرجن 1، الكلاس امب 1، والاي نيم بعته له ثاني، والجوب والسالري والهاير ديت والتاريخ ان الاتش ديت وصل صح، والامب اي دي والفيلد تايبس. قال لي بس الاختلافات في الفيلد تايبس كله طبعا سترنج الديفولت، قال لي بس السالري فلوت والاتش ديت ده تايم بس باختصار يعني كده. ده كل النتيجه اللي راجعه لي كريسبونس. طبعا لو انت عايز تقرا الار اي دي هتقول له طبعا ايه ار اي دي، عايز تقرا الفيرجن هتقرا الفيرجن كده. لو رجعت للاستوديو بتاعي طبعا عشان السيشن اكسبايرد يعني بقى لنا كتير ما دخلناش هنا، قلت له ماشي. لو عملت طبعا انتو سامي فوق تو سيليكت اسيت فروم امبلوي، وقلت له يلا رن، هنا فريد صابر ايه؟ اتضاف.
على السريع هضيف لي واحد كمان بس اللي بعديه محمد ابراهيم عشان بس ايه نقدر نعمل عليهم العمليات بتاعتنا. واحد اثنين. محمد شريط. قال الدور نرجع ايه نرن تاني بقى عندي فريد وعندي محمد وادي ايه البنات بتاعتهم. قلت له جميل جدا جدا بكده نكون عملنا الايه عملنا الاضافه بتاعتنا.